بكم على قناة التاسعة. في التاسعة كان نرجو والأسف المنتخب الوطني التونسي غادر كان الكوت ديفوار بعد الأمال الكبيرة اللي علقناها قبل الكان. قلنا أقل شيء المنتخب سيكون في الدورة النصف النهائي وحلمنا حتى باللقب الإفريقي، لكن الحلمة ما طولتش برشا واصطدمنا بواقع كون المنتخب لم يكن قادر على الفوز في المجموعة هذه وينهي رابع المجموعة تقريبا ثالث مرة في تاريخ تونس بعد 2010 و2002 80 نلقاهم كملوا رابعين المجموعه بعد مالي جنوب افريقيا وناميبيا. اليوم المنتخب عجز على الفوز، عجز في مهمته هو الانتصار على جنوب افريقيا كمرحله اولى، ومن بعد يشوفوا نجم يكمل الثاني او الثالث. فاكتفينا بالتعادل 0-0 امام تقريبا مشاكل كبيره باش نحكيوا فيها اليوم. للاسف المنتخب يخيب الامال وصفعه لكره القدم التونسيه. تقريبا بعد 2013 المنتخب اول مره يغادر الكان بعد ما كنا على الاقل نكونوا في الربع النهائي او النصف النهائي نتاع الكان. اليوم في البلاتو موجود ايمن البلبولي. مرحبا ايمن. شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا بالحضور. تحيه لكل مشاهدينا على القناه التاسعه. أمين قرا مرحبا أمين. أهلا وسهلا بك فهمي، مرحبا بمشاهدي قناة التاسعة. حسام الحاج علي مرحبا حسام. أهلا بك فهمي والأولاد الكل وكل متابعين التاسعة. إيهاب مرحبا إيهاب. أهلا بك فهمي، مرحبا بالناس الكل. حسني الغربي مرحبا بك حسني. مرحبا فهمي، مرحبا بالحضور، مرحبا كيف السادة المشاهدين. هذول الحزن في الاستوديو والغضب على النتيجة ولا ديسيبسيون نحسوها، وهذا تقريبا مفهوم جدا، لأنه الحقيقة كنا نتمنوا أنه نرجعوا نحكيوا على تأهل المنتخب بالرغم الهينات اللي موجودة في المنتخب نتاعنا، وهذا اللي باش نحكيوا فيه من بعد وباش ندخلوا في التفاصيل وعلاش اللي صار، شنو صار اليوم القراءة نتاع جلال القادري، ولو أنه نسوقوا الأخبار لجلال القادري يغادر رسميا المنتخب الوطني التونسي. كان أعطى تصريح بعد المباراة أعلن انسحاب ومغادرة المنتخب الوطني لأنه في العقد نتاعه أقل شيء الوصول لدور نصف النهائي فلم يحقق الهدفه، وبالتالي يغادر المنتخب الوطني. تنرجعوا نعلقوا على انسحاب جلال القادري، ونذكر اللي بمناسبة الكوب دافريك مازارو ميلانو تساند النسور وتويتكم بالعروض الخاصة اللي تلقاوها في العشرة مغازات مازارو وميلانو، باردو العوينة المروج أربعة نابل سوسة سهلول صفاقس وجيبس. بلبولي اليوم هل قداش حطيت على الاقل نسبه الانسحاب المنتخب، ولا كنت حاطط نسبه كبيره انه نكونوا مش نكونوا في الثمن النهائي؟ والله شوف تقريبا في الشوط الاول في العشرين دقيقه الاولى كان مؤشر ايجابي، قلت فما الفريق حاضر بدنيا وفريق معناها مطالب انه مش يقدم القدام. في بعض الاوقات حسيت الفريق يحب يضغط القدام، لكن من بعد حقيقه بدا تراجع لي انا بالنسبه لراه معناها اشكال كبيره، ده اشكال معناها البدني انه المنتخب التونسي ما كانش حاضر في التورنوا هذه بدنيا، مما اثر كثير على الملاعبيه نتاعنا، ما خلاش حتى الفريشور اللي يحكي عليه المدرب ليله قبل المباراه معناها واضح، حتى اللي هو كستاف تكنيك واضح انه ما فماش فريشور قدامه الملاعبيه. هذا كل يأثر في الفريق، هذا كل ما يخليكش توري وجه طيب. وحقيقة خلينا نكون واقعيين، معناها المنتخب التونسي اليوم في معناها في الوضعية هذه معناها كان سيء جدا في المقابلات الثلاثة، لكن حاولنا نكون إيجابيين، حاولنا أن ندزوا لماكسيموم نحن والأخيان الكل معناها، ونعرف خاطر هذا معناها يوصل للملاعبية باش نجم تحفزهم. لكن اليوم الحقيقة ما شفنا حتى شيء، ما شفناش ولا هجمة صحيحة ولا جملة كروية معناها منظمة، غير الفرصة اللي كانت في آخر دقائق معناها في دقيقة 90 تقريبا، ما فماش حاجة تبشر معناها تخليك تكون متفائل باش نجم تربح. بالرغم شفنا فريق برونابل ديفونسيفمون، لكن الاشكال فينا نحن، الاشكال في الاشكال فنيا، الاشكال ممكن زاد من ناحيه معناها الفنيه للمدرب، ما لقاش تشكيله مثاليه، خسرنا برشا وقت، هذا كل معناها من العوامل اللي ما تخليكش تنجح في كره القدم. لذا حسب رايي معناها لازم نفيقوا شويه، لازم نفهموا راهو الناس قاعده تخدم ونحن قاعدين نوخروا، راهو برشا منتخبات مغموره وليت تقرا لها الف حساب. اليوم نشوفوا منتخب التونسي، منتخب الجزائر، معناها الكل معناها البلدان العربيه الكل معناها فهمنا انه اليوم وقيت باش الناس تفيق وباش الناس
تقرا حساب المنتخبات الاخرى خاطر راهم قدموا علينا ونحن وخرنا بالعكس. حسام خيبه امل ما تصلحت شيء، ما جاش البونتو، ما ربحناش، امورنا ما مشيتش اليوم. ما مشيتش عندها مده مش اليوم. اذا تاكدت معناها ما عادش عندك حتى توخر التالي. هو للاسف اللي ريناه اليوم مرآه اللي قعدت نراو فيه عندنا مده طويله. حتى مباراه تصفيات كاس العالم اللي ربحنا نعانيه 1-0 وبالسيف ولقى هدف في اخر الوقت. شاهدنا ماتش موريتانيا قبل بدايه البطوله، ماتش ناميبيا، ماتش كوريا، ماتش اليابان، ماتش عندنا مدة طويلة، عندنا مدة طويلة مباراة الخير كلنا نصنع في لاعب، لا نخلقوا في فرص، لا قاعدين نوصلوا، قاعدين نقبلوا في الأهداف اللي كان عندنا قوة في بلوك ديفونسيف ولينا نقبلوا ماتش الكل تقريبا، وماناش قادرين نسجلوا أهداف. مباراة ناميبيا كانت كارثية، وأنا حتى كنت معاك فهمي ثم برشا ناس حبوا يتفائلوا قالوا تحسن كبير ماتش مالي، وأنا قلت لك ماتش ناميبيا 1-10، ماتش مالي 3-10، تحسن طفيف 10 دقائق بعد ما مد الكيت مالي عملنا كل 10 دقائق وعدلنا، ومن بعد الشوط الثاني 69% 31% بوسيسيون، 9 تسديدات لتسديده واحده. تعرف فهمي اللي شفناه الى حد الان في ال 24 فريق في الكوب دافريك هذه، الفريق لو بلوز انتيباتيك هو المنتخب التونسي. تعرف هجوميا في المرتبه الاخيره احنا وناميبيا راه منتخبين سجلنا هدف هدف في ال 24 فريق. الفرق ما بيناتنا ناميبيا تاهلت سجلت هدف اما تاهلت واحنا سجلنا هدف تاهلناش. تعرف لما تكون في 24 فريق فهمي اسوء خط هجوم في ال 24 فريق مع منتخبات فيها انغولا وموزمبيق وناميبيا اللي ما عندهمش التاريخ نتاع تونس في الكان، معناتها اللي ما عندهمش التاريخ نتاع تونس في الكان. اخيب راهو خط هجوم راهو هاهم الاولاد معانا ثلاثه مباريات، ماتش ناميبيا قدش من فرصه خلقنا، يظهر حتى فرصه ماتش مالي واحدة برك سجلنا هدف، واليوم نص فرصة نتاع جويل كان في 270 دقيقة زدنا الوقت الضايع 280 و 290 دقيقة تخلق زوز فرص ونص ومن بعد تحب توصل الحاجة. راو الكورة راو اليوم حبينا وندز ونقول إن شاء الله وش عندنا في الاختيارات وش عندنا في التشكيلة وش عندنا في الليستة من الأول، هذه مباراة تاع جوريت أما لا تبدأ ماكش محضر ومثلا ماشي حاجات ظاهرة محضرها مخدومة. تشوف جنوب أفريقيا ولا تشوف أنغولا ولا تشوف موريتانيا ولا تشوف موزمبيق، ثم فكرة احنا ما ثم حتى فكرة لا تفهم فريق يحب يدافع، لا فريق يحب يهاجم، لا بنى طريقة تحب تلعب، لا مراكز اللاعبين مرة على اليمين مع اليسار. ثم كورة اليوم يوسف والطيف والسليتي على الخط ثلاثة على اليسار مع بعضهم عشرة اليسار راو دونك شو راي الكورة اوكي ساعات تعطيك ريتا وتزاير خرجت، اما ثم دو ماتش الاولانيين ثم فرص خلقت وصلت ماركات زوز ماركات زوز، مصر ما حققت حتى انتصار، اما كل ماتش ثم تخلق اربعه خمسه فرص كرات على البار تحاول، احنا ما ثم حتى شيء. لو نيون تسمع به لو نيون حتى شيء ولا شيء، ما نحبش نكون متشائم اما صراحه احنا هنا الخمسه وانت سادس اون ريفليت راهوش قاعد يحس به الشارع التونسي الكل. ناس موجوعه ناس موجوعه كي لا تلقى لا ترشح لا كوره لا فريق وما تقول لعبوا لعبوا وصل شيء ما ثم شيء راهو ما ثم حتى شيء. خليني ناخذ راي ايهاب، ايهاب باش نفسروا اليوم الانسحاب اليوم، هل ترى الملاعبيه كانوا مقصرين؟ ما نعرفش كيفاش لازم تحكم على نتيجه اليوم. والله الحقيقه انسحاب معناها مستحق، معناها الدوره هذه معناها ثلاثه ماتشوات كانوا خايبين برشا، معناها ما لا فيريتي معناها تفرجنا فيهم ثلاثة ماتشوات ما كانش فما ماتش اللي يخليك فريمون تقول لي ليكيب ناسيونال تنجم ترجع في الكورس. ماتش اليوم هو ماتش كوب معناها تربح تتعدى معناها. لا فيريتي ما فما شيء، ما شفنا شيء معناها على 90 دقيقة بوتيتر 18 مينوت الأولانية معناها 18 دقيقة الأولانية هي هكا شوية فيها لعب، أبار سا ما فما حتى شيء معناها كانوا خايبين على ثلاثة ماتشوات. نتصور منتصور ما يلزمهمش يحطوها معناها في المدرب وحده، معناها اللاعبيه تتحمل مسؤوليه، ستاف تكنيك كامل، اداره كامله معناها مش المدرب وحده. ان شاء الله نعاودوا نخموا نعاودوا نفكروا نعاودوا نحطوا كل شيء قدامنا ان شاء الله. حسني بعد نجيك امين حسني باش نعلقوا على الانسحاب هذا ندخل من بعد في تفاصيل وشنو هو الحاجات اللي بلوز وموا ولو انه ما تقريبا حسني ما بصدور لكن مو على الاقل نحاولوا نفهموا شويه ونعملوا ملاحظات. حسني والله شوف فهمي شنو باش نفهموا يعني شيء اللي صار في كاس امم افريقيا هذه يعني عصيه على الفهم شنو باش نفهم والله يعني واحد يضيق الصدر ولا ينطلق اللسان ولكن باش ينطلق اللسان يلزم ينطلق اللسان باعتبار ان وصلنا اليوم نجني يعني نجني ثمار يعني قرارات غالطه وارتجاليه وعشوائيه في كل شيء.
شو باش نقول فهمي؟ نقول شكرا لكم جلال القادري على هذه النخيبه، شكرا لكم على هذه على هذا الوجع وعلى هذه النكسه. اللي كان جلال القادري معناها هو المجرب وهو المسؤول الاول يا فهمي يزي، غطينا وقلنا مثال شو كذا وكذا. الخيبه هذه يا فهمي تتحذر عندها مده، مش اليوم المنتخب التونسي بالوجه هذا. تحضر عندها مده الخيبه، الخيبه عندها مده، تراجع المستوى نتاع المنتخب الوطني التونسي عنده مده، وما فماش خدمه صلبه المنتخب التونسي عندها مده، وهذه اليوم نتيجه، وهذه اليوم القشه التي قسمت ظهر البعير. ماهيش مفاجاه، مش هذه مقابله اللي احنا حكينا عليها البارح، مقابله كاس ومقابله الروح ومقابله الناس تجري 90 دقيقه وناس تحاول وناس كذا. هذه مقابله ريناها اليوم، ما رينا حتى شيء ولا حياه لمن تنادي. شكرا لكم جلال القادري، وشكر الله سعيكم، وشكرا للحظ الذي وضعكم في طريق المنتخب في ذات مرة. هو باش نحكيو على جلال القادري، خلينا ناخذ راي مين سيعلق على الانسحاب هذا نتاع المنتخب. شوف شو نقول لك، مش معقول ومش مقبول الطريقة هذه، مش مقبول. مش الجزائر بطل افريقيا ما عندهاش برشا خرج. فوالا اكزاكتومون، مش مقبول. مش انك تنسحب تنجم تعمل كومبيتيسيون تكون المانيا خرجت من الدور الاول من كاس العالم. اللي مش مقبول هو الاستمراريه. كيف قالوا نفس الكلام اللي قلنا حتى هو مش مقبول. مش مقبول الاستمراريه في الرداء، مش مقبول الاستمراريه في الوجه هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه نحن كشعب تونسي، كمدربين، كمحللين، كجماهير. الناس الكل كانت عندها صراع بين القلب وبين الفكر العقل. بين العقل البين اللي هو شنو القلب اللي يقول ليكيب ناسيونال لابسه ماريون الاحمر، اللي تنجم تجيب طرح، اللي تنجم تتعدى، اللي نجموا ملاعبيه يلعبوا في اوروبا اليوم وفي نيفو عالي وسامي كبار وقيمه تسويقيه كبيره، ينجم يعمل لك اكسيون، نجم يجيب لك بها طرح، وبين الاستمراريه في الخيوبيه من بعد ماتش مصر واحنا جايين. خلينا نحكيو المينيموم هذا اقصر فتره. كوريا، جابون، ساو تومي 0-0، ميتو، مالاوي في المالاوي، موريتانيا، ثلاثه ماتشات تاع اليوم قاعدين نستمروا. لكن اليوم كنا كل يوم نمنيو في رواحنا بعد نحن نحلوا في الكان. كي نحكيو يا حسام على ماتش مالي، رانا قاعدين نمنيو في رواحنا، قاعدين نتمناو اسكو المنتخب ولو حتى 45 دقيقه فقط يورينا شويه فيرتي، نورينا شويه روح. هذا ما ريناهوش ولو في حتى 10 دقائق في تورنوا كامل. راه مش معقول انك كما قال حسني قاعد تخطط للفشل. نحن الفشل هذا خططنا له عنا برشا. كلمة خطيرة هذه، تخطيط للفشل لازمنا نفهمها. شوف معناها ثم شكون يخطط فشل؟ معناها اليوم الملاعبيه يحبوا يفشلوا المنتخب، مدرب ما عادش اتحاد يحب يفشل. معناها غريبة هذه الكلمة. قاعدين نخططوا في الفشل وما لازمناش نبحثوا على المذنب شكون. لازمنا نلوجوا الاسباب الحقيقيه اللي خلات الكره التونسيه كلها في درجه. اليوم راه مباراه وفشل تاع تورنوا ما يعني حتى شيء قدام اللي مشيت له الكره التونسيه. هذا واقع قاعدين نعيشوا فيه في جميع مكوناتها، في جميع حالاتها. معناتها اليوم كي تجي تشوف البطوله نتاعنا، تشوف المنتخبات نتاعنا، تشوف المنتخب الاول نتاعنا، شكون اليوم ماشي في الثنيه الصحيح؟ حتى شيء. دونك اليوم اخطانا من جلال قادري واختارنا من كوره بالراس. لازمنا نشوف شنو هو الحل. راي ماهيش نهايه العالم انك تخرج من التورنوا، لكن الاسوء انك ما تبحثش وتلوج وتقيم وتحاول تحسن روحك للمستقبل. باش نقعد عند الكلمه هذيا، هل تتوقع بلبولي تبركالا بخبرتك كنت قائد منتخب وانت من ليجان في الكيب ناسيونال، هل ثم شكون مثلا تجي الفكره النظريه ذي نتاع تخطيط الفشل انه هذيا راهو خروج من الدور الاول في الكان هذيا بالذات بالظروف اللي سبقت ربما ما نعرفش شنو صار في في التحذيرات وغيره، انه ثم ناس معناها انه ساعدها فشل المنتخب الموجوده الحكايه هذيا ولا ما عادش. وتو نرجع لحسني من بعد يرجع للنقطه هذيا. قلت هي تراكمات الفشل. الفشل لا حسني انا كلهم بحسب فرق في الكلام. هو قال انا قلت فما تراكمات فشل، فما مؤشرات الفشل باعتبار انه المنتخب التونسي وهذا الناس كل تعرفها عنده عامين يخدم على نفس الجهاز الفني ما فما حتى تطور. معناتها يعني فشل في جوره فشل، وعدوا الزملاء توا الكل المقابلات اللي لعبناها من مصر وانت جاي الكلها يعني مستوى يعني متدني ومتدني جدا. باش ما يتاولش كلامك. لا لا انت تقصد نفس الكلام واللي راه كل مسؤول راه هنا. شوف كي تبدا السياسه كلها تاع الكوره في البلاد ما
حتى واحد ما يدس في الرياضه اصلا بصفه عامه. معناتها اليوم خلينا نقولوا راه العشر سنين الاخرانيه الرياضه نتاعنا كل قاعده توخر في جميع المجالات في جميع السيكسيون باسكيت. اما مين جبنا جوالات من برا مش عايشين في تونس؟ كل شيء مبني على الغلط دونك اوتوماتيكمون باش تمشي تلقى روحك في الغلط. اما اما حكايه تخطيط الفشل معناها تخطيط مش معناتها راه معناتها كيما حسني لان باش نكونوا واضحين راه امير راه بعد راه كلامك يتاول راه باش مش تخطيط معناتها راه نحبوا نفشلوا ليه؟ كي تبدا السياسه كلها غالطه اوتوماتيكمون باش تمشي لفريقك. واضح واضح خلينا نشوف الاشكال وين انه كي تفشل مره واثنين وثلاثه وما تراجعش روحك وما تعملش كونستا وتشوف شنو اللي مشى وشنو ما مشاش ونفس الحكايه معناها من بعد بعامين تدخل في نفس الاشكال غادي وين فما نقطه استفهام. في 94 صارت لنا نكسه في 96 وصلنا فينال معناها الناس عرفت تخدم وعرفت تخفى على ساقيها وكونت فريق اللي فشل في 94 في تونس باش وصلنا فينال فما ضد سود افريك. اليوم الاشكال نتاعنا انه فريق بلا هويه معناها بدون هويه بدون افكار الفريق معناها تحس لاعب سامحني علاش هذا يا ايمن علاش نفس المدرب هذه تو سامبلومون ما نعرفش اسكو نرجعوا شويه لتالي نبداو بالاشكال في البطوله نتاعنا راهو من جيله من جيل حسام وانت ماشي حتىش لجيلنا نحن او موان راهو ليسبيرونس وليتوال والكلوب والسياسات راهو هما مكونات الفريق القومي راه تحب ولا تكره. اليوم ما عادش عندنا باش تقول لي ما عادش فما كاليتي باش تنجم تحارب بها في ليكيب ناسيونال من البطوله المحليه باهي نمشي معك لكن ارجع لي علاش ما عادش فما الكاليتي هذيك خاطر ما عادش نخدموا لا نخدموا في الصغار لا نخدموا في الكبار. السوق الكل مربوط بالسوق المغاربي، السوق الكل بليزيترونجي، ما عادش عنده فرصة الملاعب نتاعنا باش يبرز، دو فاسون ما عادش تلقى ايكيب ناسيونال معناها في الـ في الـ في باش تلقى ايكيب ناسيونال في الوضع هذا. اليوم نحكيو مثلا على اللاعبين المحترفين البرا، أغلبيتهم ولادنا وأخواتنا وكسترا، لكن أغلبيتهم متكونين في فرنسا ومتكونين برا. اليوم الإشكال اللي حكينا فيه وحكينا على أحسن ملاعب عندنا اللي هو العاشوري، اللي ما تأقلمش في البطولة الإفريقية هذه. قلت لي الخبر علاش؟ قلت لك راهو ثم وضعيات توضع فيهم الملاعبي في كاس افريقيا راهو يوحد راهو ميم الكاليتي اللي عنده راهو ينجم ما يتاقلمش وذاك اللي صار له معناه من احسن الملاعبين تاعنا ما تاقلموش لذا نرجعوا روحنا شويه على المستوى المحلي باش نجموا ننميوا شويه من المنتخب ونجموا نوصلوا ملاعبيه اللي تنجم تفيد المنتخب ابارتير من المقابلات الجايه اللي هما مهمين زاد باش نلقاهم في تصفيات كاس العالم وكان باش نكملوا بالوضع هذا رانا معنا وين نوصلوا خاطر ناس قاعده تقدم ونحن قاعدين ماشيين بالتوالي مالوريزمون. نبداو باول حاجه بعد الانسحاب هذا اللي يجي بعد 11 سنه تقريبا بعد اخر اديسيون تاع 2013 جلال القادري بعد المباراه اعلن الانسحاب نتاعو. نحب نعلق على القرار هذا حسام شنو تعلق عليه؟ وانت كنت سمعته كان مع زملائنا في البيين كان عمل تصريح في المباشر. هو انا تمنيت يعلن عن استقالته ديريكتوم او مثلا يقول انا راه قبل ما نبداو نحكي لك على هو لم يعلنها تو بعد ان يكون عمل تصريح يقول اللي ما وصلش دومي فينال عقدي ينتهي معناها كان ما جاش العقد يقول لك هذاك راه مازال قاعد هذا اللي نفهمه انا وقت اللي يقول له هل باش تقعد ولا بعد الخيبه هذه قال العقد يقول اللي اذا ما وصلش دومي فينال كونترا اوبجيكتيف انت خرجت بريمي تور ما عادش موضوع عقد ما عادش موضوع عقد واحد الاخلاقيه انسان اخلاقي انا راه مكتب جامعي ينجم يقولوا اقعد راه مكتب جامعي ينجم يقولوا ينجم يقولوا اقعد علاش ليه احنا شنو محسوب هما قالوا اقعد مره اخرى محسوب باش تجينا خايبات اكثر من هكا هما انا خلينا نقعد خلينا نكملوا احنا علاش ماشيين شنو هما شكون وقفنا هكا اما راه ديما نرجع نقول راه المشكل مش في جلال وحده راه ما نلبسوهاش الواحد برك يتحمل جزء كبير اما الجزء الاكبر الاولاني هو المكتب الجامعي الاولاني هو اللي يعمل الاختيارات ومن بعد يجي هو ومن بعد الجوارات زاد اوكي مدرب اختار خاطئ ليستا خاطئه طريقه لعب خاطئه مش في بلايسهم اما انتم دي جوار تبارك الله انترناسيونال وتلعبوا لبرا وقت اللي تتحط في وضعيه هكا تعطينيش حتى ربع ساعه باهيه زاد مش هو مش بلاي ستيشن هو راهو جيرو يحرك بارفوا جوار لعبنا كوره ساعات جوش نتلموا ساعات في مات جوارات نخرج نقول له سامحني ما تدخلش معنا راهو ما تشون احنا دونك مش كل شيء يلبسه هو اما دام هو القائد هو الاولاني يلزمه يعلن انسحاب يتحمل المسؤوليه ساعه هو الاولاني هو تحمل المسؤوليه وقال سي بون خرجت على روحي اش قلت وعنده عقد هو بطبيعته اي مدرب اي مدرب وطني عنده عقد اهداف حسام وانت تعرف معناها المنتخبات الكل
العقود نتاعهم احنا كنا عارفين اللي بعد خيبلول باش يخرج باش يخرج انت وحدك الراي العام نستغلي انا كمان ومن بعد يقول لك اقعد تقعد ولا موضوع ثاني اما انا خرجت نتحمل مسؤوليه ما وصلتش للاوبجيكتيف قلت في كوب دي مود ما وصلتش زي تور ننسحب هكا ولا قعدت تكلمش واحد هكا قعدت اما زاد باش لا حسام جست للتوضيح نفكر وقتها بعد كاس العالم تساله مو كان عمل تصريح اللي قال انا كان ما عملش دوزيام تور ننسحب من بعد وقت اللي وصل للمطار قال ثم باش نقعد مع المكتب الجامعي باش نقدموا تقرير واللي باش يراه الجامعه التونسية لكره القدم هو هذاك اللي باش يمشي صار الاجتماع واعلنت الجامعه تثبيت المدرب قلت لك انا قول انت ومن بعد خليوك اي معناها هو اي اموا التونسيون اللي تغلي اموا برد قول انا راهو فشلت ما نجحتش في الدوره هذيا نعلن انسحابي في الاخير هو خارج معناها في الاخير معناها لا يواصل ما تقولش راهو انا عقدي يقول لك هي شوف احنا تو بعد يجينا التصريح هذاك التصريح اللي عملوا في المباشر بالكش تو يبدل زيد كلام وزيد ياكد اللي هو ميطان اسمه ان شاء الله ديما نقول لك راهو انا مانيش اللبس واللي هو الوحيد المسؤوليه مسؤوليه جماعيه من الكل نمشيو نشوفوا شنو قال بالضبط التصريح اللي عمله محمد علي للهديج وعلن فيه الانسحاب نتاعو ولا قال باش نخرج تو نفهموا نكتشفوا بعضنا نكتشفوا بعضنا التصريح كل اللاعبين اجتهدوا حاولنا باش نكونوا افضل من هكا لقينا منافس منظم من ناحيه دفاعيه حطنا في بعض المشاكل بالنسبه لي نحن اهم شيء كون نكونوا متوازنين خاطر نعرفوا قوه منتخب جنوب افريقيا في التحولات عرفنا كيفاش نكونوا منظمين دفاعيا خلقنا بعض المحاولات مسكنا الكره ما كناش ناجحين من جانب الهجوم لقينا منافس منظم دفاعيا خلقنا بعض المحاولات ما كناش موفقين هذا هو معناتها على المستوى الهجومي من الناحيه البدنيه انا كنت صرحت من بدايه الدوره اللي عندنا بعض مشاكل منذ قدوم اللاعبين طون جو نتاع اللاعبين نتاعنا كل تقريبا 70-80% ماناش احنا مسؤولين عليه اللاعبين فقدوا برشا معناتها اوقات اللعب في النوادي تاعهم هذا مشكل عانينا منه في دورات اخرى وقت اللي كنا الجاهزيه البدنيه افضل من هكا كنا افضل من هكا في المردود نتاعنا نتروفي ان بروبليم انورم سور بلان تكتيك سورتو لو برومي ماتش On a essayé de résoudre ça. Malheureusement, on n'a pas abouti à la fin de cette compétition. On assume notre responsabilité. On a déjà déclaré ça. On n'a plus rien à faire maintenant. On s'excuse pour nos supporters. On sait que les objectifs ils étaient d'aller plus loin dans cette compétition. On n'a pas abouti, donc on s'excuse à nos supporters. Je pense que nous respectons le Maktab al-Jam'i et les décisions. احتراما للشعب التونسي ما نعلنوش هوني لكن قراري واضح وتو تسمعوا انت على قريب وقلت لك راهو عقدي ينتهي مع الجامعه التونسيه لكره القدم مع نهايه الكان هذا خب نعرفش فهمت حاجه حسين فهمت حسيت معقده شويه شوف الاولاد كيف فهموا القرار شنو فهمت هو القرار قال قراري واضح اما القرار مش واضح باهي حسني فهمت انت تو في الندوه الصحفيه وسمعت الكلام هذا كيفاش ترجم؟ لا فهمت انا جلال القادر مش اول مره والله جلال القادر نجم نعمل عليه حاجه على مستوى الاتصال يقول كلام ومن بعد يتناقش حاجه اخرى برسم لك انت صحافي حدث لك انت سامحني فاهم لا تفضل يا اخي تفرجت في الكونفرنس كل تقريبا كل المدربين يتكلموا بلغتهم بغداد منجح طلع قال لهم نتكلم بالعربي راهو قالوا له لا نتكلم بالعربي وعندنا راهو شكون يترجم علاش احنا نتكلموا بالفرنسي؟ ثم شارع تونسي يحب يتكلم بالعربي يسمعوا بالعربي، علاش ما تكلمش بالعربي؟ اي ما يتواصل هو يتواصل معاه هذيك هو معناها كيسالوا الزملاء الماليين ولا جاوبوا بالعربي هما عندهم هما عندهم عندهم ايكوتور يترجموا لهم هو حر بون هو حر ثم شارع تونسي يحب يفهم زاد علاش يفهم بالترجمه؟ راهو في موضع كيما هكا وفي هزيمه كيما هكا وفي خيبه كيما هكا وفي خروج كيما هكا ما عادش تحكي لي على عقد حتى كان العقد نتاعك مازال متواصل ل 2026 فما مسؤوليه اخلاقيه تجاه الشعب التونسي تجاه الجمهور تجاه العباد اللي توجعت تجاه العباد اللي بكيت تجاه العباد اللي ما خدمتش وخرجت من الخدمه نتاعها تجاه العباد اللي ما قعدت في القهاوي من الاربعه نتاع العشيه تستنى فما مسؤوليه اخلاقيه تحتم عليك مش عيب ولا حرام مش انت اول مدرب ولا اخر مدرب وريناهم حتى في كاس افريقيا هذاك ما نجحش نعلن انسحابي ما تحكيليش على عقد انا عقد تحكي عليه هذا 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 مردود نتاع المدرب كان انسحب على الانسحاب والكلهم تم يعني اقالتهم يعني برشا مدربين حتى نتاع الكوت ديفوار وغيره لا نتاع الكوت ديفوار تنحى نحى اول يوم بالضبط انت كما قال حسام راه فما مسؤوليه اخلاقيه تجاه شعب كامل هذه رايه نتاع بلاد انت ما نجحتش ما قلنا لك حتى شيء نحن ما نجحتش اضعف ما تحكيليش على عقد في الموضوع هذا نحكي لك اتصاليا انا باش على الاقل حتى العباد تتفهم خويا انا السلام عليكم انا اليوم المسؤول الاول على الخيبه هذه على المستوى الفني هذا المحتشم اللي قدمه المنتخب التونسي في كان الكوت ديفوار ومن هذا المكان اعلن انسحابي
التام من تدريب المنتخب التونسي، واعلن مكتب الجامعه انه يتصرف يلوج مدرب اخر ولا تحسبا للاستحقاقات القادمه، مش نخفوا احنا بعد القادم. ولكن انت من الاول مع زميلنا نفع بن عاشور، نفع بن عاشور في بيسبور قال كذا، ومن بعد عاود بدا العقد وكو كان المنصح انا العقد نتاعي هو معروف، هو شنو دار معروف، فما مسؤوليه اخلاقيه، اعتذر للعباد على الاقل، تهدى نفوس شويه وكذا، ونحاولوا نغزو المستقبل ونصلحوا، شنو يعني يكون ديريكت اللحظه، لحظه تاريخيه خايبه سلبيه يعني تستوجب منك الشجاعه وادنى درجات الشجاعه انك تعلن انسحابك فورا من تدريب المنتخب الوطني التونسي، وهذا اللعيب والحرام، تلك هي مهنه المدرب، نهار ينجح وغدوه ما ينجحش، سواء مع منتخب او نادي، يمشي على روحه، وشكر الله سعيكم. كيفاش ترى تصرف جلال القادري؟ راهو الحقيقه للتاريخ، راهو قليل وين طلع مدرب تاع منتخب وقال راني انهيت المهام تاعي، صارت مره معنا بين معلول في 2013 وقت اللي مشاش كاس عالم، بس هنا جورج ليكانس تمت اقالته، جيريس من بعد مده تمت اقالته، يعني قليل وين نسير معنا اليوم تسمى جلال افريقيا يخم على العقد نتاعو، يخم على البند يحبهم هم ينحيوا باش ياخذوا بقيه عقده، مفاهيم اليوم تسمى جورج افريقيا اللي فاتت، كاس افريقيا اللي فاتت منظر الكبير، لا مش منظر الكبير، نحكي على المدربين كمدربين، مدرب منتخب نيجيريا كان هزم ضد تونس في الندوه الصحفيه قال اعلن انسحابي من تدريب منتخب نيجيريا. اي معناها في تونس تعودنا انه قليل وين تلقى المدربين اللي يعلنوا انسحابهم، معناها قلت لك نتذكر التاريخ 2013 وقتها نبيل معلول لما كلهم يتم اقالتهم من بعد دراسه نتاع مكتب جامعي وغيره، شنو تعلق اياب على على على, على جلال؟ نعرف فما غش على جلال بعد الخيبه هذه بلوز او موان، معناها توا الخساره صارت وروحنا من الكان، معناها خرج ما خرجش هذا موضوع ثاني، معناها امبوسيبل جلال باش يكمل، معناها ما تصوروش بعد الخيبه هذه جلال باش ينجم يقعد وينجم يمارس مهامه على الفريق وينجم يقعد، معناها ديكلاراسيون عاديه تشوفها، فماش حاجه اخرى. باهي بلبولي تصرف تصرف نتاع جلال، وانت تعرفوا ولعبت عنده جلال، تصرفه عادي اليوم، حب يقول راني خارج اما راهو عقد وعقد، ما عرفتش كيفاش حسيت الكلام تاعه واضح، مش فهمت منه انت كلامه. ايه كلامه واضح وصريح، لانه اول حاجه كما قلت انا عنده اي مدرب يدخل يكون في المنتخب التونسي عنده عقد اهداف تونسي ولا غيره، ومعناها مش يكون عنده عقد اهداف، هو اعتذر للشعب التونسي واعتذر للرياضيين الكل على هذا الانسحاب المرير، ولكن بالنسبه لي نحن لازم نفكروا فيما بعد سي جلال القادري، فيما شنو هو البرنامج نتاع المنتخب التونسي، شنو هي الرؤيه نتاع المسؤولين، هل باش نكملوا بنفس الخيبات هذيا ومن بعد نعاودوا نرجعوا نقولوا باش نحاولوا نحسنوا وما نحسنوش ونقعدوا في نفس النيفو. اليوم لازم نظرة كبيرة، نظرة شاملة للكرة التونسية، ابتداء من البطولة التونسية، أنا نزيد نأكد من البطولة التونسية، خاطر هي اللي تحسن اللاعبية وهي اللي تعطيك أكثر من لاعبية مش نجم تشارك بهم في البطولات الإفريقية والعالمية هذوما، وراك باش تحسن في تونس، راك تنجمش تحسن من غير انفراستركتور، سامحني، راهو ما عندناش تيران يلعب، راهو عندنا تيران يلعب في أربع جمعيات. راهو حتى ملاعيب حتى من لعيبه راهو اشكال كبير، هذا اشكال كبير لازم ننظروا له بعين، معناها بعين كبيره للمسؤولين، نداء للناس الكل، اليوم المنتخب التونسي مطالب باش يرجع روحه من جميع النواحي، فنيا حتى في الكاليتي نتاع اللاعبين لازم نعرفوا نختاروا، لازم نعرفوا نختاروا اهم حاجه المدرب اللي باش يجي، لازم كريتير معينين باش نجم تبني عليه المدرب هذاك باش ينجم يخدم لك اوموا ل 2026 اوموا. باش نجي كمين، مازلنا نحكيو على المنتخب واللي صار الكل اليوم بعد الانسحاب من الكان بعد 2013 اخر دوره انسحبنا فيها من الدوره الاولى، مازلنا مواصلين معكم في التاسعه كان فاصل وراجعين.